معالي السفير، حضرتك كنت بتتكلم على ان زيارتك لجناح الصناعات الغذائيه المصري في معرض جلف فود مش زياره مسؤول جاي يدي قيمه مضافه شرفيه للمصانع اللي موجوده. حضرتك عندك نظره تشوف بيها الايجابيات والسلبيات اللي موجوده علشان نقدر نطور من ادائنا كل سنه. النهارده حضرتك في معرض جلف فود 2018، ايه اللي حضرتك شفته مختلف عن العام الماضي، وايه السلبيات والايجابيات اللي حضرتك رصدتها؟ يعني انا الحقيقه لسه بشوف، يعني لسه بلف في المعرض وبقابل العارضين اللي موجودين، بس انا كان كلامي منصب تحديدا على انه التكليفات او المهمه بتاعت السفير اعتقد ان هي يعني متغيره. التكليفات اللي احنا واخدينها ان احنا ندعم دائما المصدر المصري، ندعم دائما المستثمر المصري الجاد، ندعم دائما العمالة المصرية، ندعم دائما الجالية المصرية. دي احد التكليفات المهمة في مهام السفير، عشان كده بتيجي مشاركتي. انا مش حابب ان تبقى المشاركة مجرد ان انا الف على العارضين ويعرفوا طيب السفير جه، مش هي دي الهدف فعلا. ان انا اما التقي مع المجلس التصديري ومع المنظمين والتقي مع العارضين ونقيم فعلا المشاركه ونقيم فعلا التجربه، لانه فعلا العارضين هنا والشركات المصريه العارضه من اجود ما يمكن، من اجود الشركات ومن احسن الشركات، وبشوف المنتجات وبشوف منتجات الاجنحه الاخرى. فاحنا ما نقلش خالص عن بقيه الدول او الاجنحه اللي هي بتعرض. وانا شايف يعني حتى من الناحيه التنظيميه الجناح منظره مشرف جدا، لسه بشوف العارضين حاجه فاخره. فانا بعتبرهم زي ما انا قلت في كلمتي، هم فعلا السفراء لمصر هنا في الجناح، مش كلام، لانه الايمج مهمه، المنتج اللي بيعرضوه مهم، بتفتح مجالات وبتفتح فرص تصدير وبتدخل عملة وعملية تشغيل. يعني هي دورة متكاملة. من المهم فعلا الواحد يبقى موجود ويدعم أي جهد جاد في هذا الإطار. يعني حضرتك سافرنا في الإمارات، ومن المعروف إن الإمارات هي تاني أكبر دولة عربية بتستثمر في مصر، وإحنا عندنا المجموعة الاقتصادية والحكومة بشكل عام عندها حملات إعلامية وإعلانية لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر. حضرتك شايف إيه الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر النهاردة ممكن نوصل بيها للمستثمرين اللي موجودين في معرض كبير زي معرض جلف فود، وإحنا النهاردة بنتكلم على رؤية اقتصادية، عايزين تصنيع زراعي، عايزين زيادة في الصادرات. النهاردة حضرتك شايف هل إحنا قدرنا نوصل للمستثمر الإماراتي، ولا عندنا بعض الملاحظات من سفرنا في الامارات لازم نشتغل عليها؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه. اولا العلاقه بين مصر والامارات علاقه خاصه جدا ومتميزه جدا من ايام الشيخ زايد الله يرحمه، فهي خرجيها بره الاطر التقليديه المتعارف عليها، اللي هي ان المستثمر يبحث ويبحث الفرص ويقيمها ويشوف ممكن او ممكن لا. بالنسبه للعلاقه بين مصر والامارات، العلاقه بره هذا الاطار.